بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذا اللقاء، وهو اللقاء الرابع من لقاءات طلب العلم، ما يتعلق بآداب المتعلم مع نفسه. الخامس من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي: ما شبعت منذ 16 سنة، يقصد أنه لم يأكل حتى الشبع، حتى الاكتظاظ. ولذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والبطنة وكثرة الأكل تورث الرغبة في كثرة الشرب، وتورث الرغبة في النوم، وتورث الفتور، وتورث الكلالة، وتورث ضعف الفهم. فإن أكل اليسير الذي يقيم صلبه ولم يتوسع في المطاعم والمشارب، فإنه يعني يحصل له كفاية الجسم من الطعام، وأيضا النشاط وقوة الذهن وحدة العقل وتوقده. وأيضا من الأشياء التي قلنا أكل اليسير من الحلال، الحلال أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. بعض الناس حتى ابتلي بذلك طلبة العلم لا يبالي، لا يتورع، لا يتحقق، وربما درهم حرام أو شبهة أفسد قنطاراً من المال. فتحرى الحلال وأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إطابة الطعام بمعنى أن يتحرى الحلال ويتورع عن الحرام، ولا يدخل في معاملات وهو لا يدري حكمه. إن وصلك شك حتى ولو بنسبة 1%، اسأل العلماء، ارجع إلى الفقهاء، كل علم يسأل عنه أهله. لا تسأل القراء ولا تسأل محدثين، اسأل الفقهاء، هم الذين يفتونك في الحلال والحرام. إن حاك في صدرك شيء لا تدري هل هو حلال أو حرام، أو يعني مشتبه، اسأل العلماء، واحرص على ألا يدخل جوفك درهم حرام. ومن ذلك، من هذا الحرام الذي ربما لا ينتبه له بعض الناس، التقصير في الأعمال. في الموظفون مثلا الذين تعاقدوا أو توظفوا في الشركة الفلانية أو في المؤسسة الفلانية أو في الوظيفة الحكومية الفلانية على 10 ساعات عمل، ثم يأخذ منها 5 ساعات، يأخذ منها 6 ساعات، 7 ساعات، ويهمل الساعات الثلاث الأخرى، لا يعمل فيها، أو يشتغل بمصالح خاصة له. هذه المكسب اللي في 3 ساعات هذا كله سحت وحرام. إذا تعاقدت على عدد ساعات معين أدها كاملة غير منقوصة، ولا تمضيها في تضيع وقت أو مصالح خاصة أو لعب وعبث بالجوال، أن هذا مما لا ينتبه إليه. بعضهم يعني عمله من 8 صباحا إلى 5 عصرا أو مغربا، ونجده يذهب 10:00 ويخرج 3:00 والساعات هذه الباقية. المال الذي أخذته مالا حراما، كيف تقبله على نفسك؟ كيف تقبله على نفسك؟ هذا إذا كان في عامة الناس إثم كبير، فما بالك إذا كان في طلبة العلم والعلماء ومشايخ القرآن والمقرئين والمعلمين. لا بد أن تطيب مطعمك
وألا يدخله درهم واحد من الحرم. إذا كان يضيع الساعات يوميا من عقد العمل، فهذا أدخل جوفه وجوف أولاده قناطير من الحرم، فليتورع عن ذلك ولينتهي عن ذلك. هذا ليس تورعا وإنما هو مباعدة للحرام، تورع شيء آخر، وهو الذي نتكلم عنه في النقطة التالية، أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه وملبسه. يعني هل هذا المأكول حرام أو حلال؟ هل في شبهة ولا ليس في شبهة؟ هذا أولا. ثانيا، هل أنا اكتسبت المال الذي اشتريت به هذا الطعام وهذا اللي تكلمنا عنه سابقا من حل أو من حرمة أو من طعام مشتبه؟ لا بد أن يتورع فيما اكتسب وفيما أنفق، فيما اكتسب هل هو حلال أو حرام أو مشتبه، وفيما ينفق أيضا لا بد أن يراعي هل هذا الطعام من حل ولا لا. في بعض المطعومات في حرام، وبعض المشروبات حرام، وبعض الملبوسات حرام، سواء إن فيها تشبه، سواء إن فيها مثلا رسوم ذات أرواح، سواء إن فيها كتابات سيئة، سواء إن فيها يعني مخالفة للآداب الشرعية والحدود الشرعية في اللباس، فلا بد أن يراعي هذا ولا بد أن يتورع، ولا يكتفي فقط بالحلال والمباح، وإنما لا بد أن يأخذ لنفسه بالورع ما لم تلجئه حاجة، يطلب الرتبة العالية. وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد وجد تمرة في طريقه فلم يرد أن يأكلها، قال: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة محرمة على النبي وآل بيته. وهذه في الطريق ما علاقة الصدقة بها، وإنما تركها صلى الله عليه وسلم تورعا. وأحق من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي أعماله وفي أقواله هم العلماء وطلبة العلم، فهؤلاء هم محل القدوة ومحل أنظار الناس، وأنظار الناس إليهم متطلعة، وأعناقهم إليهم مشرئبة تنظر ماذا يفعلون وماذا يتركون وماذا يقولون. فإذا لم يستعمل هؤلاء الورع فمن يستعمله؟ يعني لعلنا نكتفي في هذه الحلقة بهاتين النقطتين، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.